نسكافيه كان لذيذ بقى، وركز معايا في الفيديو ده جامد قوي عشان مش هتلاقي حد يشرح لك الحاجات كلها في فيديو واحد وبالطريقه اللي هقولها، لان الفيديو ده فيه معلومات كتير. فلو سمحت ركز قوي معايا ومش عايزك تشغل بالك غير بالفيديو ده وبالقهوه اللي في ايدك. قبل ما ابدا في الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي، ويا ريت لو تخبط لايك تحت وتشير الفيديو ده with your friends، لان ده صدقني بيساعدني جدا جدا جدا. لما جيت عملت سيرش على موضوع NFT ده، لقيت ان اغلبيه الفيديوز على اليوتيوب كلها من امريكا واوروبا، تقريبا ما فيش غير حاجات بسيطه جدا من مصر. فانا قلت لازم اعمل فيديو ده علشان على الاقل نكون على الخريطه، لان الحاجات دي لو ما قريتش فيها ولو ما عرفتهاش كويس قوي، صدقني قدام مش هيبقى ليك مكان في التطور العجيب اللي بيحصل في العالم. وخليني اشرح لك موضوع ببساطه. مصطلح NFT بيطلق على ديجيتال ارت لا يوجد ليها مثيل في العالم كله، هي النسخه الاصليه بتكون مكتوبه باسم مالكها على البلوكشين كله. يعني في العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مثلا الموناليزا تقدر ثمنها بملايين الدولارات. ليه؟ لان هي ما فيش غير موناليزا واحده بس في العالم كله. الان اف تي بالظبط زي كده، لكن ان في حاجه نون فانجبل توكن برضه. يعني ايه؟ يعني انت الحاجه دي بتكون ريجسترد باسمك على البلوكشين كله، وانت الملك الوحيد ليها ومفيش ليها مثيل على البلوكشين. ممكن واحد يجي يقول لي طب انا ممكن اعمل سكرين شوت دلوقتي حالا واخد الان اف تي دي على الموبايل بتاعي واحطها على اللاب، بعد كده احطها على الفيسبوك واعمل منها مليون كوبيز. اقدر اقول لك اعمل منها 100 مليون كوبيز، لكن هيفضل مثبوت على البلوكشين ان الملك الاصلي بتاعها هو شخص معين، يعني مش انت خالص اللي تمتلك الصوره دي. دي حاجه عامله زي شهر عقاري الكتروني كده، تقدر تعمل بلوك تشين دي مسجله كل الترانزاكشنز وايه كانت اول ترانزاكشن اتعملت للان اف تي دي والملك بتاعها كمين. طب وده يديها قيمه انها تتباع بسعر غالي؟ اه فعلا ده يديها قيمه انها تتباع بسعر غالي. تخيل على البلوك تشين العملات اللي فيه مثلا زي بيتكوين او اثيريوم او جالا او الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها ماشي انت ممكن تمتلكها، ولكن في غيرك ممتلكين، مش انت الوحيد اللي معاك اثيريوم. اي نعم برضو دي حاجه فاليو كبيره، لان عدد الاثيريوم او البيتكوينز في العالم كله محدود. فانت لو بتمتلك بيتكوين واحد بس، فانت معاك واحد بيتكوين من 18 مليون 877 بيتكوين في العالم كله. ولكن في ناس ثانيه اكيد معاها بيتكوين، انت معاك بيتكوين، انا معايا بيتكوين، هو كله عمله. زي ما يكون معاك جنيه انت معاك جنيه، ده برضه معاك جنيه، فدي عمله عامه على كل الشعب. لكن ال NFT دي توكن حاجه واحده بس، مفيش زيها في العالم كله. فانت مثلا لو بتمتلك القرد اللي ورايا ده، فانت الوحيد المالك ليه، مفيش اي حد في البلوك تشين كلها معاه القرد ده، ومش مظبوط باسم اي حد تاني غيرك انت بس. وتقدر تكمل ان اف تي اللي قدامك دي برضو عن طريق المجهود اللي اتبذل فيها. يمكن انت تكون مش عارف الديزاينر قضى وقت قد ايه بحيث ان هو يقدر يعمل لك الصوره بالتفاصيل دي، مش سهله خالص. انا واحد جرافيك ديزاينر اقدر اقول لك ان الحاجات دي مش بتتعمل بالسهل، دي محتاجه مجهود جبار وكرياتيفيتي من نوع خاص. فكونك ان انت ممكن تكون شايف ان دي حاجه عبيطه، وانا متفاهم ده كويس قوي للاجيال القديمه شويه، لكن اقدر اقول لك ان في ناس ثانيه او الناس الجود عيال الجيل اللي بعديك ممكن يقدروا يعملوا من عن طريق الحاجات دي فلوس انت ما تقدرش تعملها لو اشتغلت 10 سنين. يعني في الكريبتو بانكس دول باعوا الان اف تيز بتاعتهم بسعر يقدر ب 530 مليون دولار. دول شويه ديزاينرز بيعملوا الان اف تيز بتاعتهم على هيئه حاجه زي شخصيات من فيديو جيمز، حاجه بسيطه جدا. تخيل 530 مليون دولار يحلوا لك مشاكلك انت ومشاكل الجيل اللي بعديك كله. طبعا مش مصدق اللي بيحصل ده. انا نفسي في الاول ما كنتش صدقني مصدق حاجه خالص، ولكن تقدر تقول ان انت لازم توسع افقك شويه، لازم تعمل الاوبننج للحدود اللي جوه دي علشان تقدر تتعايش. انا لو بعت حاجه بمليون دولار واحد بس لو ما ضبطتش ساكت هاخد بعدي واروح اعيش في الجزر الكاريبي، ومش عايز حاجه تاني من الدنيا. الصوره دي عباره عن NFT تعملها كرييشن باي ديزاينر كولد مايكل وينكلمان. دي اتباعت ب 69 مليون دولار، ودي عباره عن ديجيتال ارتس كان بيتعمل كل يوم من مايو 2007 لحد فبراير 2021. يعني كل يوم من مايو 2007 لحد فبراير 2021 كان بيتعمل ديجيتال ارت واحد بس، وبعد كده جمعوهم كلهم في صورة واحدة زي دي واتعملت كـ NFT واتحطت على البلوكشين وبعت ب 69 مليون دولار. Mind blowing. اشهر موقع لتداول الـ NFT في العالم كله دلوقتي اسمه OpenSea. الموقع ده تقدر ان انت تعمل ابلود الـ NFT بتاعتك لو انت اللي هتصممها بنفسك، وتقدر بعد كده ان انت تديها اسم شوية بروبرتي. من اهم الوليتس والمحافظ اللي على البلوكشين عامة هي الميتا ماسك. فانت لو معاك ميتا ماسك دي المحفظة الالكترونية بتاعتك اللي تقدر تحط فيها كل الكريبتو كرنسيز اللي انت بتمتلكها. وبالاضافه لده في الاوبشن جديد اتعمل ان انت تقدر برضه على نفس المحفظه تحط التوكنز بتاعتك، وبعد كده تقدر تبيعها بان انت تحدد لها سعر اثيريوم. في الاول هتدفع جاز فيز، دي تبقى حاجه كده زي ان انت تقدر تقول مصاريف ضريبيه ان هي تتحط على
تكنولوجيا البلوك تشين عامه. وبعد ما تعمل ده تقدر تقول انت دلوقتي بتمتلك ال NFT دي على تكنولوجيا البلوك تشين مكتوبه باسمك. يعتبر تاني ويب سايت قوي جدا تقدر تحط عليه NFTs بتاعتك. واللي انا شايف فيه ميزه جامده جدا هو موقع مينتابل. ليه بقى الميزه اللي فيه؟ ان انت مش هتدفع جاز فيز زي اوبن سي عشان تقدر تحط له NFTs بتاعتك عليه. يعني هو بيديك 53 NFTs في الاول تحطهم فور فري على البلوك تشين، مش تدفع عليهم حاجه خالص. لكن الاوبن سي يعتبر الافضل لان العالم كله واخده البريوريتي نمبر 1. ده مش معناه خالص ان NFTs مش تتباع على موقع مينتابل، لان كل ثانيه لو انت قاعد اونلاين عليه هتلاحظ ان في ترانزاكشنز بتتعمل، وممكن NFT بتاعتك انت تكون واحده من الترانزاكشنز دي، وفي ثانيه واحده تبص لنفسك مليونير. ولازم يكون عندك الميتا ماسك بتاعتك اللي انت هتقدر تلينكها مع موقع مينتابل بعد كده، وتقدر ان انت تحط البروفيتس بتاعتك على المحفظه. الفكره كلها ان العالم كله بيتطور، لما يكون عندك ملكيه في العالم الواقعي اللي احنا عايشينه برضه هيكون عندك ملكيه في الميتافيرس او في الواقع الافتراضي بعد كده. ال NFTs دي جزء منها لانها على البلوك تشين، والتعامل في ميتافيرس بعد كده هيكون برضو عن طريق البلوك تشين، لان انت ما تشتري حاجه في ميتافيرس هيكون عن طريق الكريبتو كرنسيز. كل واحد يجي يقول لي ايه الوش ده كله، احنا بنروح شغل وبنرجع وبناخد مرتب اخر الشهر. اجي بعد كده اقول لك يا ريت تبتدي تفكر تفكير اوت اوف ذا بوكس شويه. يعني ارفض ان انت تكون انسان تقليدي، لازم تبتدي تفكر تفكير نطاقه اوسع من اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. دي ثوره الكترونيه جديده لازم يكون عندك حلم بيها عشان تقدر فعلا تعمل فلوس قدام، او ممكن يبقى ليك استثمار في حاجه ضخمه زي كده. وهتبتدي تريلايز الاهميه بتاعت ال NFT لما بعد كده الميتافيرس يتعمل لها لانشنج. هتبتدي تقول ازاي انا ما ابتديش ان انا استثمر في الموضوع ده من زمان، وزمان ده اللي هو دلوقتي. فلو عايز تبدا فعلا ابدا دلوقتي. العالم يا جماعه بيتطور بطريقه مخيفه، ولازم دايما كل فتره تبتدي تعمل ابجريد، لان انت لو سبت نفسك كده هتبقى عامل زي تليفون نوكيا الصغير اللي هو خلاص ما عندناش بنستخدمه. صدقني الفتره الجايه لو انت ابتديتش تخش في عالم بلوك تشين، ابتديت تعرف على الاقل ازاي تكتب كود، تعرف بروجرامنج، يبقى انت مش عايش. بعد مارك زاكبرج عمل موضوع ميتافيرس ده، وصدقني في المستقبل مش هيبقى ليك مكان لو انت ما تعرفش على الاقل انت تعرف تكتب كود. يعني اللي بيعرف بروجرامنج ده بعد كده هيبقى زيه زي العالم بالظبط. بالاضافه ان كل التعاملات الماليه بعد كده على الميتافيرس هيكون عن طريق الكريبتو كرنسي، فده ادرى لك ان ده سبب من الاسباب اللي هيخليها تنط قدام. فكونك ان انت يكون معاك كريبتو من دلوقتي صدقني ممكن يعمل لك فلوس جامده قوي قدام. صدقني الكلام اللي بقوله ده مهم، لان قبل 2021 كان اللي معاه بيتكوين كان بيساوي حوالي 25,000 دولار، دلوقتي البيتكوين وصل 60,000 دولار. يعني انت ممكن تقوم تلاقي ثروتك كلها ضعفت في منت. فخلينا نرجع تاني لموضوع ال NFT، وبعد ما شرحته انا انبسطت جدا لما عملت الفيديو ده، وهنبسط اكتر لو الفيديو ده وصل لاكبر عدد من الناس. ويا ريت لو عايز تساعدني ان اعمل ده تشير الفيديو ده مع صحابك، ويا ريت لو تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتعمل لايك للفيديو ده حاليا. واقدر اقول لك دلوقتي مع السلامه، اشوفك في فيديو جاي، واتمنى اكون وصلت لك المعلومه. روح انام بقى، ده ساعه على مصر.